اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم. والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد المتجدد من برنامج كنز المعرفة. هذا البرنامج والموسوم بطابعه الثقافي والمعرفي يأتيكم يوم الخميس من كل أسبوع. أعزائي المشاهدين، الآن نحن متواجدون بالعاصمة وبالضبط في شارع أضع لطرح سؤال: ما هو الفرق بين السنة والعام من ناحية المعنى؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بتعرف على الأخ الكريم؟ سيدي علي من العاصمة. من العاصمة، تسكن في العاصمة؟ في العاصمة، نعم. في قلب العاصمة، الله يبارك. في العاصمة، في القلب. شحال عندك تسكن في العاصمة؟ 35 سنة. الله يبارك، اسمع، عمرك 35 سنة. الله يبارك، واش تعمل أخي؟ نعمل كموظف الإدارة. جيد، ممتاز. واش تعرف عن السنة الميلادية والسنة الهجرية؟ ممكن بسم الله الرحمن الرحيم، كاين التاريخ الميلادي وكاين التاريخ الهجري. إيه؟ احنا كمسلمين اللي همنا هو التاريخ الهجري. نعم. وبصح كاين التاريخ العالمي اللي معمول به وهو التاريخ الهجري، وعبك احنا كي كنا نقراو في التاريخ. التاريخ العالمي اللي معروف به هو السنه الميلاديه. الميلاديه احنا كنا كنقراو، ندخلوا نقراو، يكتبوا لك السبت كذا وكذا، جانفي كذا وكذا، الموافق لي، الموافق لي، بعد يعطوا لك التاريخ الهجري. التاريخ الهجري، نعم. هو نورمال العكس، يعني المفروض هي نورمال العكس احنا كمسلمين، ولكن السيطرة الآن واليوم تحكم في التجارة العالمية وكذاك، على بالنا كامل باللي الغرب اللي راهم. جيد. سؤال حلقة حتى اليوم، حتى في اللغة، سؤال حلقة اليوم من برنامج كنز المعرفة هو: ما هو الفرق بين السنة والعام من ناحية المعنى؟ لأنه من ناحية الأشهر والفصول كيف كيف، نعم، لكن من ناحية المعنى نتاعو، من ناحية الأيام كاين فرق طفيف، لأنه على من ناحية المعنى السنة، ليس الأيام. نعم. السنة الميلادية، السنة الشمسية، هي دوران الشمس، دوران الأرض حول الشمس. أيوة. اللي تدوم 365 يوم فاصل كلك هكا شغل. أيوة. أما السنة القمرية هي دوران القمر حول الأرض. أيوة. صحيح، ولكن كل دورة 12 مرة، 12 دورة حول. أيوة. الأخر باش تحسب. جيد. تحسب عدد الأشهر تاع السنة. جيد. وشنو هو الفرق من جانب المعنى؟ المعنى هو أنه الدورة القمرية بها تحسب مواقيت، يعني أشهر الحرم، دخول الشهور المحرمة، مثلا رمضان، العيدين الصغير. نعم. والكبير. نعم. يعني تقاس بها هذه المواقيت. نعم. صاحب كما قال القرآن. واش أعطينا كاش آية تعطينا اسمه؟ كش ما حافظكش آية مثلا في سورة سيدنا يوسف؟ نعم. عندما فسر الرؤية نتاع الملك. احدى عشر كوكبا، هذاك معروفة. لا لا، هذا شاف احدى عشر كوكبا. يا أبتي إني رأيت احدى عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اما في تفسير الرؤيا نتاع الملك قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد. سبع سنين. سبع سنين يعني هما السنوات، يعني مثل البقرات العجاف، بسبع سنين من القحط. نعم. والسنبلات الخضر سبع سنين من الرخاء. جيد. طيب هنايا وشحال يولي يعني؟ وبعدين في اخر الايه واش يقول في الايه؟ سبع سنين. نعاود لك الايه من الاول باش. قال الملك: اني رايت سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، ورايت سبع سنابل خضرا يأكلون سبع سنبلات يابسات. أفتوني في رؤيا إن كنت بالرؤيا تعبرون. قالوا، كاين اللي قالوا أضغاث أحلام، واللي فسر له قالوا. نعم. قالوا تزرعون سبع سنين. تزرعون سبع سنين دأبا. دأبا. يعني متتالية. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. نعم. ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه تزرعون. ثم يأتي عام، لماذا الله تعالى يعني استعمل كلمة عام وفي البداية استعمل كلمة سنين؟ يعني وش الفرق بيناتهم يعني في المصطلح، في المصطلح، في المعنى، في المعنى، ولا في المعنى، في المعنى نتاع من حيث المدة، هي قلنا القمرية والشمسية كيف كيف تقريب كيف كيف تقريبا كيف كيف، ولكن من ناحية المعنى
ثم ياتي في عام فيه يغاث الناس. فيه يغاث الناس وفيه يعسرون. يعني باش نشوف باش يا ربي يضرب لنا التوقيت، باللي التوقيت يكون بالعام. شكرا. السلام عليكم. سلام عليكم. لاباس؟ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. يعطيك الصحة. تعرفوا عليك؟ ايه اسمي عماد. تقدم شوية منا. عماد الدين. واش من سنة تقرا عماد؟ بريمير ليسي. سنة أولى ثانوي. أدبي ولا؟ أدبي. أدبي الله يبارك. اسمع عندك شوية في الأدب الله يبارك. سؤال حلقة اليوم عماد الدين من برنامج كنز المعرفة، وش هو الفرق بين السنة والعام؟ وشنو؟ السنة والعام من ناحية المعنى. عام يعني يدور كاع الأشهر. ايه. سنة. والسنة؟ كيف تقدر تقول تقريبا؟ الفرق من ناحية المعنى، ما نحكيوش على الأيام ولا على الشهور. الشهور نفسهم تقريبا. نفسهم كل شيء. 13 شهر. هكذا. وش هو الفرق بين السنة والعام من ناحية المعنى؟ معليش. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرفوا على الأخت الكريمة؟ نهاد. نهاد. نهاد ما شاء الله. تسكني في العاصمة نهاد؟ برخادم. وش من سنة تقراي؟ ترمينال. ترمينال. وش من شعبة العلمية؟ لونغ. لونغ الله يبارك. الله يسلمك. نهاد، سؤال حلقة اليوم من برنامج كنز المعرفة، وش هو الفرق بين السنة والعام من ناحية المعنى؟ وش تعرفي على السنة والعام؟ سنة هجرية وعام عامنا. العام العام وفي واش نستعملوه؟ لا أوكينيدي. مراكش حافظة شوية قرآن عظيم؟ نعم. ما عندكش يعني كيفاه الله تعالى وصف الكلمات تاع السنة والعام في القرآن العظيم؟ لكن السنة تختلف على العام. في ماذا تعتقد؟ ولا غير أوكيني. تعرفي السنة القمرية والسنة الشمسية؟ السنة الهجرية. والهجرية. وقتاش تبدأ السنة الهجرية؟ والسنة الميلادية؟ أوكيني. السنة الميلادية وقتاش تبدأ؟ جانفي. جانفي. جانفي بداية السنة الميلادية. والنهاية نتاعها وقتاش؟ ديسمبر. ديسمبر. واسمه والسنة الهجرية؟ عندكش معلومة؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. نتعرفوا عليك الأخ الكريم؟ خالد من عنابة. خالد من عنابة. جيت هنا زائر العاصمة؟ لا خدام هنا. ممتاز. واش تعمل خالد؟ سودان. الله يبارك. خالد، واش تعرف على السنة الهجرية والسنة الميلادية والسنة؟ السنة الهجرية؟ السنة الهجرية بدأت من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة. إي نعم. والسنة الميلادية باينة. باينة. السنة الميلادية اللي نعرفوها جانفي فيفري مارس. علاه علاه في رأيك أنت السنة الميلادية؟ علاه سموها السنة الميلادية؟ باش مرتبطة؟ السنة الميلادية مرتبطة بزيادة المسيح عيسى عليه السلام. هكذا هكا يقولوا يعني المسيح. علاه سموها السنة الميلادية؟ صح. سؤال حلقة اليوم من برنامج كنز المعرفة، وش هو الفرق في رأيك أنت بين السنة والعام؟ من ناحية المعنى وليس من ناحية عدد الشهور ولا الفصول. الفرق بين من ناحية السنة والعام من ناحية المعنى. الفرق بين السنة والعام من ناحية المعنى. من ناحية المعنى يقول لك السنة سنوات العجاف، السنة ما شغل كيما نقولوا احنا من المستحسن نقولوا عام ما نقولوش سنة، باسكو العام فيه الخير كيما نقولوا احنا. والسنة فيها نوع من شغل ماشي مش حرام ولا حاجه، من المستحب ما نقولوش سنه، نقولوا عام. فيها القحط والشر وغيره. فيها سنوات العجاف كما سيت. ولقد ارسلنا نوح الى قومه فلبث فيهم ما الف سنه الا 50 عاما. ايوا الف سنه الا 50 عاما. ان الله تعالى ذكر السنه وذكر 50 عام، لان نوح عليه السلام عاش مع قومه 950 سنه او 1000 سنه، عاشها كل شده و شدة وقعت معه وتعب مع قومه، وجاء بعد ذلك 50 عام يعاش فيها تقاعد، شغل عاش فيها في أريحية. زين، الآية الأخرى في سورة سيدنا يوسف تحفظها؟ باش تبدأ تذكرني بركة، ممكن نعرفها ممكن لا ممكن. عندما فسر الرؤيا نتاع الملك. قال يوسف لأبيه هذيك. قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا رؤيا لأبيه يعقوب. لكن تفسيره للرؤيا نتاع الملك لما قال رأيت كذا 7 بقرات عجاف يأكلن 7 سماء. واش قال سيدنا يوسف كيف فسر الرؤيا؟
سبع سنوات سبع بقرات عجاف يكون سبع بقرات سيمان. في الموسم تاع الحصاد كي كان يخبي في الحنطه والشعير والقمح والشعير معليش عبر كما حبيت كي كانوا يخبيوه في كيما لا ريكولت كيما نقولوا هنا كي كانوا يخبيوه قال لهم بلي راهم جايين عوام ما كانش مطر عموم شداد ماشي عوام شداد سنوات شداد سنوات زين سنوات تزرعون سبع سنين دابا ايوه راح يجيو سنوات كي شغل كما قلنا في الايه اللي بعد اللي مواليها واش يقول ثم ياتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون نسيتها شويه راح هربت لي اذا هنا كاين فرق في القران العظيم في المصطلحات بين السنه والعام العام واش قلنا العام فيه خير العام فيه خير العام فيه خير فيه كما نقولوا حنا العام يعوض السنه برغم تعود سنه واحد متى تصرى له عفسه في سنه يقول لك العام هذا مانيش مليح السنه هذيك ماهوش مليح يقول لك العام الاخر يخلف عليه ربي بحاجه مليحه يخلف الشيء اللي راح له في السنه اللي فات حتى انك كي نقولوا مثلا سنه طيبه المشارقه دائما يقولوا هذا المصطلح سنه طيبه وهذا عام سعيد وكل عام وانتم بخير المفروض يقولوا عام سعيد عام سعيد, عام سعيد وليس سنه طيبه وليس سنه طيبه ذكرني بالاسم الكريم خالد خالد من عنابه خالد من عنابه ما شاء الله خالد اجابتك صحيحه يا الله يبارك ومشكور على المشاركه في برنامج كنز المعرفه واعطينا كلمه الى الجمهور والى الشعب الجزائري كله يعني بالسنه في الان تفصلنا ايام معدوده على السنه المقبله ان شاء الله والله قلنا كلمه اخيره والله كل عام وشعب الجزائري بألف خير وان شاء الله من الحسن الاحسن واللي ما مش خدامه ان شاء الله يسيبوا له خدمه اللي ما مش مزوج رجليه واللي ما عندوش سكنه يعطيوه ان شاء الله يكون عام خير يعني كل عام عموما خير يعوضوا شعبه وان شاء الله كيف فوت خالد العام السنه العام هذا تاعك شويه فيه مشاكل ولا مليح؟ والله نهار الفوق ونهار لتحت شويه شويه يعني شويه شويه ميزيريا وتحيه الجزائر وخلاص شكرا يعطيك الصحه إذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج كنز المعرفة قلنا الفرق بين السنة والعام السنة يطلق على سنة العجاف التي يعاني منها الناس أما العام فيطلق على العام الذي فيه رخاء وفيه محبة وغير ذلك السلام عليكم ورحمة الله اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن عالم اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن عالم اقرأ بأول آية نزل الكتاب.